يتغير خالص. يعني ممكن اصلا في كاس الامم منتخبات تغير مدربين، ممكن تخرج من الدور الاول تلاقي منتخب غير مدرب اصلا، فتلاقي فرقه تانية بتلعبها. وبعدين انا بشوف ان المباريات بصراحه بتاعت النوك اوت مختلفه خالص عن مرحله المجموعات. يعني انا شايف ان منتخب الكونغو مثلا الناس كلها شايفه ان هو اضعف منتخب، يعني طبعا من الاسماء كاسماء موجوده، يعني السنغال، الجزائر، المغرب، نيجيريا، تونس، مصر، الكاميرون، جمهوريه الكونغو، غانا، مالي، اقل اسم فيهم الكونغو. بس انا شايف ان اللي هيلاعب الكونغو هيتعب. ليه؟ لان هكتور كوبر حريف في مباراه النوك اوت الذهاب والاياب، فهيدافع. والمباريات دي انت ما تضمنش برضو، ممكن تجيب جون بدري، ممكن مثلا يبقى في ضربه جزاء مثلا ليك بدري، ما تعرفش الحكم ايه، الجمهور برضو لو اعداده كبيره ان شاء الله. يعني اعتقد انا شايف ان منتخب مصر يعني مع كارلوس كيروش له ما له وعليه ما عليه. بس هي الناس النهارده مش عاجبها الاداء. هو الراجل حقق التارجت المطلوب منه. انت جايب مدرب وصلك في الاربع مباريات، اولا هو ما خسرش ولا مباراه، كسب ثلاثه، ده بالارقام، كسب في المباريات كلها، يعني كسب في ثلاث مباريات وتعادل في ماتش وسجل في كل المباريات. ولكن هو عنده نوع من عدم الاستقرار، ده اللي عامل الربكه شويه، نوع من الربكه في التشكيل، كل ماتش شويه بطريقه لعب. يعني احنا في ماتش ليبيا لعب 4 3 3 واشدنا بيه، وطريقه لعب جديده. جه في المباراه اللي هي قدام انجولا بدا الماتش ب 4 3 3 لما ما نجحتش ودخل فينا هدفين، حولها ل 4 2 3 1. النهارده رجع تاني بيلعب 4 2 3 1، وفي الشوط الثاني قلبها 4 4 2 بوجود مروان حمدي جنب محمد صلاح، وقفشه لاعب جناح شمال ومصطفى فتحي جناح يمين. ففي نوع من الربكه، الراجل برضو لسه مش مستقر. ده برضو مقبول في البدايه ان الراجل لسه جاي جديد، لسه بيتعرف على اللعيبه، لسه اول اربع مباريات، فبيحاول يعني جرب الاول 4 2 3 1 و4 3 3 و4 4 2، ففي لسه الشكل مش واضح. حتى برضو العناصر الموجوده كان في الاول بياخد طارق حامد، بعد كده استبعده حمدي فتحي، ما كانش ليه دور قوي، بعدين لما دخله الماتش اللي فات نجح، النهارده بدا بيه اساسي، فبدا يعني بدا يقتنع نوعا ما ان حمدي فتحي هو الاساسي بتاعه وجنبه عمرو السوليه والنني. يعني ده اعتقد ان كارلوس كيروتش بيحاول يوصل للتوليفه اللي هي المناسبه. يعني لو لعب 4 3 3 في المباراه دي، اعتقد ان الاقرب في تفكيره حاليا حمدي فتحي والسوليه والنني. وقدام لسه برضه هيرجع لك، ما تنساش تريزيجيه لعيب مهم جدا جدا، هيفرق معانا. هو ضربه الحقيقه. وعمر مرموش برضه الناحيه دي هتفرق. انا بالنسبه لي الحقيقه تريزيجيه ده قصه ثانيه، هيفرق كتير. هيرجع في كاس الامم، لسه راجع مع استون فيلا، هيرجع لك هيديك قوه ضربه كبيره. فانا شايف بصراحه، لا انا شايف ان اسم مصر كبير جدا. خلي بالك من معلوماتنا برضو ان هو مستني تريزيجيه يلعب بس 5 دقائق في اي مباراه وبيسال عليه على طول. انا شايف ان اسم مصر اللي عايز يصعد ما يخافش من حد، ده مبدئيا. يعني انت بص خلينا نتكلم، بص الكلام ده ماشي ممكن نقوله. اصل انت مش بتلعب يا كابتن اسلام البرازيل، مش بتلعب فرنسا، مش بتلعب المانيا، انت بتلعب منتخب الجزائر او منتخب السنغال او منتخب تونس او منتخب الجزائر برضو منتخب عربي. انا شايف ان برضو منتخب الجزائر منتخب قوي ومنتخب محترم واقوى منتخب في افريقيا، بس انت برضو كتكتيك تقدر تلعبه. ايوه لا انا في الاخر لكن زي ما كريم قال كده في نسب معينه تقدر. انا بتكلم على حاليا لاعب منتخب ما خسرش بقاله 33 ماتش طبعا 33 بس في نفس الوقت انا اقدر العبه، يعني اقدر اعمل معاه جيم ممكن ابقى ناسكه منه، اقدر العب جيم دفاعي وانا عندي السرعات قدام، عندي محمد صلاح وعندي تريزيجيه، انا عندنا اسماء، عندنا احسن لعيب في العالم. وهم عندهم برضه ماشي، بس هل هم عندهم محمد صلاح؟ ما عندهمش محمد صلاح مثلا. رياض محرز ما بيلعبش. ده بنجاح. مين احسن لاعب في افريقيا حاليا واحسن ومن احسن 3 لعيبه في العالم؟ محمد صلاح. طبعا مش بنقلل من نفسنا في نفس الوقت، بس عايزين نبقى واقعيين. انا شايف، لا انا واخد وجهه النظر الثانيه ان احنا لازم متفائل شويه. متفائل كويس جدا. كويس. انا شايف على فكره بحب وجهه النظر دي، بس انا لازم دايما عشان وجهه نظري ان المنتخب شكله مش حلو النهارده، الاداء مش حلو، بس الراجل بيحاول يلاقي التوليفه. ممكن انت في بعض المباريات دي تقفل وتلعب على المرتده وتكسب، مش شرط ان المنتخب اللي قدامك قوي. انا موافق. مش شرط المباريات يعني دي تقول عادي. على فكره هتلاقي 100 مليون موافقين ان احنا يوم في مارس، في 20 مارس ولا في 25 مارس لما المباراه تتلعب والماتش الاولاني كسبت 1-0 او لو في حاجه اسمها ربع صفر يا ريت، وهناك اتعادلت 0-0. هم عندهم منتخب الجزائر عندهم قوه هجوميه، يعني عندهم يوسف البلايلي، عندهم سفيان فجولي، عندهم عملت ماتش جدا عليهم على منتخب الجزائر. ما ده ابسط مثال. الشوط الثاني تحديدا. يعني منتخب بوركينا منتخب محترم برضو، منتخب جاي متطور. بيتعادل مع، على فكره الماتشين الجزائر ما كسبتهمش. صح. اتعادلوا يعني بقوه منتخب الجزائر بوركينا اتعادلوا. نجح المدرب بتاعهم ان هو، اذا لما بيبقى عندك مدرب كويس وعندك توليفه وعندك اوراق تقدر تعمل اي حاجه. اوكي. ده بالنسبه للارقام.